السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ مع بعض في فيديو جديد لاستكمال شرح موقع البلاك بورد الخاص بجامعة القصيم. بنشوف مع بعض دي الواجهة باللغة العربية. احنا عرفنا ازاي بنتحول من اللغة العربية من الداخل او من الخارج. عشان افكركم مرة تانية، في اقصى اليسار بلاقي حرف W او رمز الكرة الارضية، وانا في الواجهة اللغة العربية بلاقي حرف W، بلاقي فيه ثلاث لغات، الانجليزية والفرنسية والعربية. بالضغط على اللغة الانجليزية بيرجع لي النظام مرة تانية الى اللغة الانجليزية زي ما هنشوف دلوقتي. الواجهة اتغيرت باللغة الانجليزية زي ما احنا شايفين، والرمز موجود عندي بدل W رمز الكرة الارضية. لو عايز ارجع اللغة العربية مرة تانية بحيث تبقى واجهة التصفح بتاعي باللغة العربية داخل كل النظام بتاعي، فبضغط على اللغة العربية مرة تانية وبنتظر حتى تتحول الصفحة الى اللغة العربية. اتحولت الصفحة اللغة العربية، ببتدي اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بي وبضغط تسجيل دخول، هينقلني للصفحة اللي خاصة بي زي ما هنشوف دلوقتي. وبكده بقينا موجودين داخل الصفحة الخاصة بعضو هيئة التدريس. احنا عارفين طبعا ان هذه القائمة بالضغط عليها بتبقى في قائمة منسدلة هنتكلم عنها اهي، بيظهر فيها المواقع او المقررات اللي احنا زرناها او الصفحات اللي احنا دخلناها، وادي المقررات الدراسية اللي ابتدى يتحط فيها محتوى. تحت هنا بلاقي فيه ادوات واعدادات، وهنتعرف على كل حاجة على حدة. هنا ده بينقلني للصفحة الرئيسية للبلاك بورد. هنا دي اذا كان في رسائل عايز ابعت او استقبل رسائل. هنا ده التحديثات اللي موجوده، يقصد بالتحديثات الرقم 4 ده اللي هي المقررات او المحتوى اللي انا حطيته جديد. في 4 حاجات انا حطيتهم. هنا مركز المتابعه اللي هو الارسال والاستقبال، وهنعرف كل ده بالتفصيل. ودي الكالندر او التقويم اللي خاص باللي بتستخدمه الجامعه عشان نقدر نستخدمه جوه في المحتوى بتاعنا. وهنا ده اللي هو الاشخاص اللي انا ضايفهم او سامح لهم الى اخره لو بدور على اشخاص معينه، وهنعرف الكلام ده كله بالتفصيل. اللي يهمني ان احنا نتعرف هنا دلوقتي على باقي الصفحه، فبنلاقي في عندي جامعه القصيم في اقصى اليمين، بلاقي ده الصفحه الرئيسيه وده التقسيم بتاعها. بتنقسم الى وحدات او موديولز، وحدات نمطيه دي اسمها موديول، ده موديول اخر، ده موديول وده موديول وهكذا. كل واحد من دول عباره عن موديول اقدر بتحكم فيه بالزر الصغير المثلث الصغير، بالضغط عليه اقدر اصغر هذه الوحدات بحيث اشوف كل المحتويات اللي موجوده عندي اهو. يبقى كده انا اقدر اصغرها، او بالضغط على المثلث ده بقدر اشوف المحتوى اللي موجود فيها. في نفس كل موديول ده بلاقي في اقصى اليسار اداره اعدادات وحده المقررات الدراسيه، لان الموديول ده اسمه المقررات الدراسيه. الموديول ده الاعلانات الخاصه لو عايز اعمل اعلانات، هنا تبادل المعلومات، هنا مهامي لو عايز اكبر دول مره تانية بالشكل ده. يبقى اذا كل واحد فيهم اقدر اضغط على المثلث الصغير ده بحيث اصغره او اكبره. طيب هنشوف ايه اللي حصل لما اضغط على المثلث ده. بيظهر عندي هنا في حاجتين، هنا اطلاق الوحده دي لو انا عايز اقفلها خالص متبقاش ظاهره عندي، هنا لو عايز اعمل فتح تعليمات، وهنتعرف على كل ده تفصيليا. طيب لكن هنا الوحده دي مختلفه، لان الاقي هنا في عندي اداره اعدادات وحدات المقرر، لو ضغطت عليها بيطلع لي في خصائص وصفات اقدر اتعامل مع هذه الوحده الخاصه بالمقررات الدراسيه زي ما هنشوف حالا دلوقتي اهو بالشكل ده. فيبتدي يظهر عندي بعض الصفات وبعض الحاجات اللي احنا هنتعامل معاها بس في مرحله متقدمه شويه. بلغي الامر مره ثانيه عشان ارجع للصفحه الخاصه. احنا كل ده لازم نتعرف على الواجهه الرئيسيه ونتقن كل حاجه فيها عشان نقدر نتعامل معاها بسهوله، وطبعا لابد من التجربه. طيب الصفحه الرئيسيه عندي جامعه القصيم، بتظهر عندي مجرد الدخول على البلاك بورد. بلاقي عندي الاختيار الثاني المقررات الدراسيه، ده بينقلني على الصفحة الخاصة بالمقررات الدراسية بالشكل ده، يعني بيحددني في المقررات بس، هتعامل بقى مع المقررات، لأنه بيديني كمان اوبشن او اختيار تاني ان اقدر ابحث عن مقرر معين او دورة تدريبية عاملاها الجامعة الى اخر هذه الامور. وده دليل المقررات الدراسية، لو انا فتحته بيبتدي يستعرض لي المقررات الدراسية المختلفة في الجامعة.
هنا الجماعه هي الحقيقه المفروض دي باللغه الانجليزيه كوميونتي، فاعتقد ان هي المجتمع مش الجماعه، لكن لو ضغطت عليها هلاقي في موديولز او وحدات موجوده عندي من حلقات تبادل معلومات او منتدى او لوحه مناقشات الى اخر هذه الامور، وده كله هنتعرض له هنجيله بعدين. نرجع للروح الرئيسيه مره تانية اللي هي اهم لوحه، دايما من ما نتحرك لازم بنرجع للروح الرئيسيه مره تانية. ادي لوحه جامعه القصيم، هنا جنبها بلاقي في الـ في الـ في الـ في المنيو او القائمه التانية، دي القائمه الرئيسيه، هنا المثلث الصغير او المؤشر ده بيقول لي انت واقف عند جامعه القصيم. طب لو نقلت لوحه الاعلانات اللي موجوده جنبه هنشوف ايه اللي هيحصل. بلاقي المؤشر او المثلث الصغير اللي انا بشاور عليه ده اتنقل من جامعه القصيم الى مكان اخر اللي هو لوحه الاعلانات. لوحه الاعلانات دي حاجه مهمه الحقيقه للغايه، لانها هتعد بمثابه السبوره او المكان اللي بيحصل تواصل ما بين عضو هيئه التدريس وبين الطلبه بتوعه، فبنلاقي هنا عناصر مطلوب الانتباه اليها، فان هو بيضيف اعلان او تنبيه خدوا بالكم ان في حصل تغيير في موعد اختبار او تاجيل لمحاضره او ما شابه، فده لازم يبد الانتباه اليه، وهنشوف بعد كده بيظهر للطالب بانهي شكل. طيب بنيجي هنا ده الجديد، اذا كان في اي شيء اضيف من المقرر الى اخره، في حاجات خاصه بالكليه، منتديات الى اخر هذه الامور، سواء اعلانات او محتوى اخر، وهنتعرف على كل حاجه تفصيليا. بنيجي هنا للمهام، الحقيقه المهام ده او تو دو، المهام دي اللي خاصه بالطلبه او الطالبات مش بعضو هيئه التدريس، هو عضو هيئه التدريس بيكلف الطلبه بتوعه بمهام معينه، ان يعملوا مشروع معين، هيسلموا واجبات معينه الى اخر هذه الامور، الكلام ده كله بيظهر للطلبه هنا، يبقى دي المهام اللي مطلوبين منها، بيظهر تنبيهات وبيظهر تكليفات لطلبه لمقرر معين فبتظهر لهم في هذا المكان. طيب لو هرجع تاني لجامعة القصيم يبقى دي الصفحة الرئيسية بتاعتي اللي أنا ببدأ بيها كل مرة وبرجع لها أهو بالشكل ده، وهتظهر لي المقررات الدراسية حالا دلوقتي. طيب. عادة شكل الصفحة دي وألوانها بيكون قياسي، غالبا بيكون الجامعة بتكون مختارة ألوان معينة عشان تبقى مميزة، ما يبقاش كل عضو هيئة تدريس ممكن يغير في بعض الصفحات بتاعته اللي خاصة بمقرراته، إنما البانرز أو الحاجات الرئيسية في الموقع الرئيسي بتاع المؤسسة أو الجامعة أو المعهد غالبا بيكون ثابت ولا يمكن التغيير فيه. طيب هنبتدي نشوف هنا، هنا بلاقي عندي في الإعلانات بلاقي التقويم زي ما كان ظاهر لي هنا، لما ضغطت هنا واتفتحت القائمة الطويلة، التقديرات الخاصة، ارسال بريد الكتروني، دليل المستخدم، دفتر العناوين لو انا ضايف اشخاص عندي، المعلومات الشخصيه اللي هي خاصه بيا، الاهداف والتقييمات الى اخر هذه الامور. طيب اول خطوه دلوقتي يبقى احنا كده تعرفنا على الواجهه الرئيسيه، وهنبتدي نتعرف مع بعض ازاي ننسق هذه الصفحه بما يتناسب مع كل واحد وذوقه ووجهة نظره في مقرره، بحيث تبقى بصورة جذابة للطلبة أو للطالبات. هنتوقف عند هذا القدر تعرفنا فيه على الصفحة الرئيسية، وهنشوف مع بعض دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه وازاي هتكون الطريقة، وإلى أن نلتقي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.